موضوع الخيانة يا رشا، بان انت درستي علم نفس والتعافي، انت فضلتي عقبال ما تتعافي قد ايه، لا ولا بصي، الدراسة هي اللي ساعدتك؟ لا هقول لك على حاجه. مش هتكلم عن نفسي انا كشخص، بس هتكلم في العموم انه الشخص علشان يتعافى محتاج حاجات كتيره جدا. محتاج اول حاجه نفسه، لان انت لو معرفتش انك تخرج من اي صدمه او علاقه بنفسك الاول، يعني انت تقوم الاول وتقول انا لازم اطلع، يبقى عندك انت الويلنج ان انت لازم تطلع، مش عمره ما هتطلع هيجي. منها. الدعم والسند من الأهل والعيلة والأصحاب مهم جدا 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 جدا، لأن أنا النهاردة لو أنا لوحدي، وبصي هقولك على حاجة، لما حد بيبقى عنده كسر مثلا في الرجل، في الإيد، في الكتف، الحقيقة بيبقى واضح للناس كلها، فبيبقى كل الناس بتبقى عايزة تساعده. يعني تيجي تقعد تلاقي حد بيساعدك، تيجي تقوم مش عارفة لا اقعد ما تاخدش انا هجيب لك، حتى في الشارع الناس اللي مش عارفاك عايزة تساعدك. لكن كسرة القلب لكن محدش حاسس كسرة بيها القلب غيرك. محدش بيشعر بيها، انت بتبقى ماشي شايل وجعك وألمك جواك، مهما حكيت انت مش محدش هتعرف هيقدر يوصل للي انت توصل بتحس للحتة دي. بيه. يمكن الأب والأم هما اللي احتمال يحسوا بالابن أو البنت، وكمان حد مر بنفس التجربة احتمال يحس بيك، لكن محدش هيحس بيك غير لو انت قمت، ويساعدك غير لو انت قمت بنفسك وقلت انا لازم اتعافى. بقول دايما ايه، لو لقيت حد مثلا راكن عربيته على الطريق وعربيته عطلانة، وهو قاعد جوه العربية عامل كده، وواحد تاني عربيته برضو عطلانة بس انت لقيته بيزق، هتنزلي تساعدي مين الاول؟ اللي بيزق اللي طب بيزق يتعافى ازاي؟ يتعافى. دي قولولي بقى قولولي مراحل، قولولي طرق. مراحل لازم كتيرة ابقى قوي. انا واصله لمرحله بعد الغضب، بعد الوجع، بعد الالم، ابقى انا واصله مرحله احنا ليه ما كملناش مع بعض؟ اعرف تمام، الاسباب طبعا طبعا طبعا، طبعا ابقى طبعا، صريحه مع نفسي واكون طبعا موضوعي اكتبها جدا في عشان ابطل افكر الحكم فيها. بالظبط، سنغيرك واقول حتى لو انا حبيت، بس حبيت الشخص اللي مش مناسب، ما هو او الناس كان كلها ممكن مناسب تحب وقتها، او كان يعني مناسب حصل للفتره اي دي حاجه غيرت واختلفنا. المواقعات. فلازم اول حاجه الادراك، الوعي. وانس ان انا ابتديت ابقى فاهمه اللي حصل، خلاص بقى نرجع للسبورت للاهل، سبورت للصديق لو او انا الصحبه. كتبت من ضمن الاسباب اللي سابني فيها، اصله حب واحده اصغر مني ب 20 سنه، ايمان، بوتوكس وفيلر. لا في غيره هيحب واحده في اكبر واحده مني ب 20 سنه على فكره، قبل وهيكمل غيره، معاها. قبل غيره هقول لك حاجه، قبل غيره، انا اقول لنفسي ابلعها ازاي؟ يعني وانا بكتب ان انا بقى بصالح نفسي وعايزه اوكي، اتعافى، فمن ضمن اسباب انفصالي عن جوزي ان هو حب واحده اصغر مني ب 20 يبقى هو سنه. ما يستاهلش وما بيحبش بغض اصلا، النظر عن كلام ما الستات اللي بيحب قاعده ان احنا نفسه نقعدها مع بس. بعض وما يستاهلكيش يا اختي، مني قمر وتاني تروح تقول لها اعملي بقى ايوه وتاني. بص، هو انا اكلم هي نفسي اصلا اقول هي ايه يا اقول لك ايمان؟ حاجه، يبقى هو ما حبنيش، لان الناس ولا اللي حب بتحب حد تحب ولا جوح هيحب حد ولا الاول. هيحب. ايوه هو حبيبتي، بيحب نفسه هقول بالظبط لنفسي ايه؟ هقول بالظبط، لنفسي انا ما انا حبنيش، استاهل حد احسن.